الله وبركاته اخوتي المغاربه. نوريكم مفاجاه اليوم. عرفتي فين تتواجد اليوم؟ نتواجد في واحد المكان الله يعطيكم الرضا لما ديرونا لي جيم وبارطاجيو معنا وديرونا لي جيم لي جيم وبارطاجيو فضل الله يسر امر اخوتي. واحد الصديق ديالنا العزيز الحبيب هو الاخ ديالي الحبيب، جينا ناخذ له واحد الخروف واحد المكان الزويون. تنتواجدوا امام سيدي خيار طريق موزر فوق، ناخذ له الخروف. شوفوا الباديه تبارك الله والصلاه على النبي، الجماليه ديال الباديه اخوتي. خليكم معايا بالرجوله الله يعطيكم الرضا خوتي. تشاهدوا الفيديو بالرجوله ديرنا لي جيم وبارطاجيه وريكم. شوفوا سبحان الله، شوفوا على رويحه اخوتي في هذه البلاصه، هذا المكان الجميل الصلاه على النبي. على هذه البلاصه تبقى بالامتيازات ديالها. الناس الباديه الله يعمر لهم الدار، الكرم والجود والاحترام والتقدير. صافا مزيان شويه. هاي 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 خوتي وخواتاتي، شوفوا شوفوا. المهم خليكم معايا، تبعوا معايا اللي بغى يتبع هذا الفيديو مهم جدا من الاول حتى التالي. يلا خليكم معنا خوتي وخواتاتي. تحيه للجاليه المغربيه والشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. خوتي العزازين شوفوا، تحيه للمغاربه. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا الامتياز تمتاز الباديه بالجماليه. تبقى الباديه تبقى هي الباديه صراحه، الله ما كاينش ما احسن من الملاوي والحرشه خوتي. قولوا هذا قولوا قولوا جاي العربيه على كرشو. تحيه للمغاربه الساكنه اللي خطيكم علينا. خليكم معنا واحد دقيقه ونوريكم تشوفوا عاوتاني اجواء زويونه خوتي وخواتاتي. هو جا عندنا واحد الكماره شحال هذه ما شفناها، هو هذا يبان معنا في القناه ولكن الله يعمر له الدار. ناس الكرم وجود، خليكم معنا خوتي وخواتاتي. شوفوا باش نقول لكم، الناس الباديه الله يعمر لهم الدار، ناس الكرم وجود. سمح الله شلقه سيرحو، هذا الابن ديال سيرحو، هذه واحد العلاقه مع هاد الناس عندنا معاهم. هذا الابن ديالك الصلاه على النبي. شوف شوف الناس الكرم، شوف مسكين مشينا لعندو اللي هزني بالطوموبيل، غادي نجيو لهنايا وغادي عاد نمشيو نشوفوا الحواله في واحد القريه اخوتي. خليكم معنا تبعوا معنا هذا الفيديو، هذا الفلوك واعر اخوتي غيكون زويون. خويا شي كلمه للناس ديال الدوار، الناس وشكرنا البلاد ديالكم سيدي الله يعمرها سلعه. دوار الكرم، دوار شو سميت الدوار ديالكم؟ دوار ايت كيس سيدي خيار. ايت كيس سيدي خيار، تحيه جماعه كندر سيدي خيار اقليم صفرو. الناس ديال الكرم، الناس ديال الخبز، الناس ديال فهمتيني. والله يدير شي سوالف الله يعمرهم الدار. مرحبا بكم، الف مرحبا. اللي بغى خلينا الرقم الهاتف ديالك، اللي بغى شي حولي ولا شي خروف. مرحبا شي بقرة. مرحبا 06 74 54 11 55. تحية مرحبا والف مرحبا. تحية لخوتي، تحية كبيرة. خليكم معنا خوتي، تحية كبيرة. نهبطوا الله 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 خوتي. هو شاف هذا المقطع بالرجل اللي دعمنا، انتم تشوفوا هاد الناس هذو الله يعمرها سلعه صراحه الله. وحنا ماشي عاد اول مره غنجيو عندهم، راه سنين واعوام خوتي. ديروا لنا لايك وبارطاجيو بالرجوله، تهموا الجاليه المغربيه بالرجوله، ديروا لنا لي جيم بارطاجيو. المغاربه اللي تشاهد هذا الفيديو بالرجوله بارطاجيو خوتي وخواتاتي. دابا غادي نركبوا في السياره العجيبه ديال السرحه، هذا الابن السرحه تبارك الله عليه. واخ شوفوا باه الله يعمر له سلعه. غنطلعوا باش نشوفوا واحد الكوري، نشوفوا الخرفان. يلا خليكم معنا، يلا تبعوا معنا اخوتي. داخلين دابا للكوري نشوفوا الخرفان. خليكم معنا. واحد الزريبه على قدها اخوتي، انتم تشوفوا الجمال يا هذا المكان. جمالك يا جمال، تحيه للناس ديال كازا العز. جمالك يا جمال، تبانوا معنا اخويا ماشي مشكل. انتم شوف كل شيء فرحان تبارك الله. هو خرج لنا الخروف نشوفوه. رانا شادين نشوفوا هذا المبارك مسعود. زيد اسيدي زيد اسيدي رانا. ها يلا صغير غير رخيص صافي. شحال هذاك الثمن ديالو؟ شحال هذاك الثمن ديالو؟ ماشي مشكل، الثمن غير تكون حاجه مليحه. انا اش بغينا داك السوله ديال التمع ديال التمع ديال راس الحمر وما عندهمش نص صوفه. تحيه كبيره. حنا غنشوفوا السير حبهم الكبير. خوتي وخواتاتي، ها السرحو الاب ديالهم، ها هو. الله يكمل بالخير الزرده ان شاء الله. راه حنا غنمشيو كنديروها. مرحبا مرحبا السرحو، تحيه. انتم تشوفوا السرحو هذا باهم الله يعمر له الدار. هذا المكان الحومه ديالهم، السيكتور القهوه ديالهم فين تيجلسوا هنايا. ناس طيبين الله يعمر لهم الدار من اتازيت. خوتي خليكم معنا باش تشوفوا الصلاه على النبي. شوفوا تبارك الله، الناس ديال الدوار بالكرم وجود الاحترام ديالهم. شكرا 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 لجميع الناس. تحيه اخوتي اللي تشاهد هذا الفلوك، يدير لنا لي جيم بالرجوله اخوتي الله يعطيكم الرضا. تحيه للمغاربه، تندي لكم التحيه. ناصر اسباس طرياني خوتي، تبعوا معايا. مازال مشي واحد كوري واعر حدا اخر، شوفوا عندك شي مليح اخوتي. هذا قصاص عاود لنا خويا
الامور كي دايره هنايا تطيح عندكم شي ثلج طاحت الشتاء اللهم كيد. لك الحمد ياك حبيبي الله الحمد لله الحمد لله على بلادنا اللهم لك الحمد باش مزيانه هذا المكان هذا الجميل ديالكم هو قريب لفاس ياك قريب لفاس قريب موزون قريب لعين الشقاق تبارك الله جينا في الوسط حنا عاودنا خويا الاجواء كي ديروا تعيشوا هنايا احنا خويا راه عرفتي شنو راه محمسين نشوفوا الاجواء ديالكم عرفتي شنو راه اللهم لك الحمد هذه الاجواء اي مغربي واي مشاهد تيعجبوا الاجواء البديه اللهم لك الحمد الحمد لله عرفتي بهذه المعامله ديالكم وهذه البساطه وهذه الابتسامه ديالكم الحلوه اللهم لك الحمد الله يعطيك الرضا عاودنا خويا كي ديروا تعيشوا هنا عرفتي تبارك الله اللهم لك الحمد انت كاين شي زويتنات كاين شي زيتون العام اللي داز ما كاينش العام تبارك الله يا رواد الحمد لله الزيتون غينوار والربيع انت كتشوف والزرع الحمد لله اللهم لك الحمد على ياك حبيبي على هذا الشيء ودابا الفلاح الفلاح فرحان ما شاء الله وبالنسبه خويا هذا الاغلاء هذا الغلاء اللي بدغيا هذه الاسعار طلعوا في البلاصه واش زعما واش دابا ما كايناش اخويا والاعلاف واش العالم مرول ما فهمتش لا غير الاعلاف طلعات والمسائل المازوط طلعات حتى هي فهمتني هي اللي عليها خلات كل شيء طلع ما فهمتش العجوله طلعوا كل شيء طلع الله يحول ولا قوه شيء طلع ما حتى العجوله ما بقاوش اخويا دابا ما نتمناش انت الامور ترجع كي كانت ان شاء الله ياك ان شاء الله ترجع ان شاء الله كما كانت في الاول فهمتني باش كل واحد يستحق داك الشيء اللي انا بانوا لي غير عائلات عندكم ساكنين هنايا في هاد الدوار ديالكم العائله الحمد لله لا غير العائلات انا مشيتي حن على شيء مشيتي الحمد لله ياك اخويا ياك لا حتى انايا كاين واحد القضيه هنا بحال شي حب بيناتكم واحد الحب حقيقي ضروري صراحه الله انا اكتشفتها حنا شي في الاسلام وهادشي راه خصو يكون في اي منطقه صراحه الله هاد المنطقه ديالكم عجبتني واللي عاودتي فكرني في السميه ديالها الله يعطيك الرضا والسر دوار سيدي خيار ايت كايس جماعة كندر سيدي خيار إقليم صفرو ها صلاة النبي عليكم خمسة وخموس عليكم خوتي وخواتاتي المهم خليكم معنا قربنا نوصل لواحد بلايصة زوينة تحية كبيرة للمشاهدين لي جيم ولي بارطاج أخوتي الله يعطيكم العز والنصر حنا خويا راه غير ناس دراوش ولاد باب الله تنجيو لعندكم كل عام حنا راه شرفة عالميين حنا راه الأصل ديالنا من مولاي عبد السلام أصل جدنا وعندنا حقنا في مولاي إدريس القبة وهو الوالد تبارك الله وجدي الله يرحمه مولاي دري ماشي مولاي دريس عبد سيدي احمد مات مسكين استغنى على حقنا في القباد مولاي دريس ما بقيناش نمشيو ناخذوا الحق خلينا الناس وحنا الاخرين اللي محتاجين واخا حنا دراوش هذاك جدنا متبعين الاصل ديال جدنا الحمد لله حنا يا اولاد العائله خويا واخا ما فحالناش وعجبتونا وتنجيو لعندكم كل عام وفي اي مناسبه دابا راه الاخ ديالي تبارك الله تزادت له المراه ولدت له الوليد هذاك الشريف العالمي الصغيور هو تبارك الله عليه جينا نفرحوا به نديروا له هذا الكادو هذا نشريوا له هذا الخريف صلى على النبي خويا واش هذاك الثلج اللي تيبان الثلج خوتي المشاهدين خليكم معايا تشوفوا الثلج خليكم الى هو بان غيبان شوفوا سبحان الله العظيم على طبيعه وغزاله صلى على النبي وهاد الناس ما تسخاش بهم اخويا لا شوف واحد الكرام واحد الجو سبحان الله سبحان الله تحيه للمشاهدين خليكم معايا يا حولي المدر انت انا عم في هذا السي عبد الله الراجل طيب هذا الراجل هذا الناس راه خوتي هادو لا يرحم والديك عندكم شي حواله مزيانين شحال حوالي خصك اي واحد شي 10 ماشي حواليكم مزيان ماني زامده اصحابي هذا السي عبد الله الغزال غادي يبان معنا في القناه ها هو السي عبد الله كي داير الاجواء عندكم هنايا خويا شويه الله يعطيك السر كاين شي مروه خويا عبد الله عندك شي تقصحنا في التمر اه عرفت شكون اللي جايين لعندك بعدا اه جاي عندك الشرفه العالميين مرحبا الشرفه العالميين جاو لعندك هذا ماشي انت عند خوك في سيدي خيار شنو عرفت سيدي خيار اه ولا ولادك اييه اه واخوتي المغاربه انتم تتشوفوا الناس الكرم والجود والاحترام حنا غاديين لعندو نتمناو من الله يتصوب معنا في الثمن شويه ان شاء الله مرحبا ولا بقات شي حاجه الله يسامح حتى غدا يوم القيامه الله يسامح انا الله مسكين شوفوا سبحان الله العظيم ها انتم سيدي عند السي عبد الله دخلنا للدار ديالو تبارك الله كرم والجود تحيه خليكم معنا خوت دابا غندخلوا للكوري ان شاء الله الى قسم الله شوفوا هادشي هذا المليح ديال السي عبد الله تحية للسي عبد الله العائلة ديالو احترام عطي غوت الزغبي ايا 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 دي هادي جاتك واحد اخر معاه كادو ولا شنو لا ايوا كلشي الله كلشي الله
تهلا لي في هاد الخوت اللي تحت. احسن معانا. تحية كبيرة. كيف قيسي؟ كاين شي زبده بلديه، كاين شي موجود، كلشي موجود. يلاه خويا ان شاء الله الا كاين مزيان. يلاه مرحبا. يلاه سي حسن الله يشفيك. بين نصومين بيوعي وقيله جوجين كيف هاد هذا ما عندك شي حاجه راسها حمراء؟ لا لا الاحمر السلاله ديال التمح الاحمر كاينه غير هادو هما رقاقين شويه. رقاقين شويه. كلشي الله. اخوتي المغاربه تحيه كبيره لكم، نخليكم مع واحد القطعه واعره بلاتي وانا معكم.